والعجيب والكئيب والغريب والمريب ان الكتاب المقدس يحدثنا عن التنين لوياثان الذي يأكل الكواكب ويلتهمها طبعا كنا زمان بنتكلم عن الحيوانات الاسطورية التنين ومازنجر وسلاحف النينجا والرسومات المتحركة طبعا يبدو ان كاتب صفر ايوب كان من هواة مشاهدة هذه الافلام نفتح مع بعض سفر أيوب يقول ثمانية ليلعنه لاعن اليوم لإيقاظ التنين تنين وفي حاجة اسمها تنين دي ترجمة مشتركة نفتح ترجمة عربية مشتركة عشان توضح لنا أكتر اللي اشتركت فيها جميع طوائف الكتاب المقدس ليلعنه اللاعنون أي كل يوم الماهرون في إثارة ليوثان من ليوثان في الترجمة تحت مكتوب من هو ليوثان قال لك ليوثان حيوان أسطوري مقدس بيجيب لنا كلام الاساطير قيل ان السحر قادرون على اثارته ليتسبب بكسف الشمس يعني كان الكتاب او كاتب سفر ايوب يتوقع ان كسوف الشمس ده بقى مش جاي نتيجه ان تعامد او الشمس والقمر والارض على خط واحد لا قال لك كسوف الشمس ده جاي نتيجة حيوان أسطوري اللي اسمه لوياسان هو اللي قادر على إن يخلي الشمس يحصل عملية الكسوف ويتصوره الكاتب في 40 25 41 26 شكله إيه بقى؟ قال لك بشكل تمساح شكله لوياسان عامل زي التمساح يسبب بكسف الشمس يحصل كسوف الشمس وينسب إليه مقدرة على التهام الكواكب يقدر ياكل الكواكب اليوسان الحيوان الأسطوري ده دليل على أن الكتاب كانوا يتأثرون بالأساطير وعبدة الأوسان والخرافات والخزعبلات لذلك تأثروا برواية اليوسان اللي وصفوه بشكل التمساح وبسبب كسوف الشمس وكان لديه المقدرة على التهام الكواكب تلاقي كده وقت مساحة عمال ياكل الكواكب وهو اللي بيعمل كسوف الشمس اه ده ما تقلقش ده الليوياسان اللي يحدثنا عنه الكتاب المقدس ويحدثنا صعف إشعيا أيضا عن الليوياسان يقول وفي ذلك اليوم يعاقب الرب سيفه القاسي العظيم الشديد لوياسان الحية الهاربة لوياسان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر قال لك بقى اليوم ده ربنا هيقتل التنين اللي في البحر واليسان المتحول طبعا هو شكل تمساح اللي بياكل الكواكب اللي بيعمل كسوف الشمس خلاص احنا خلصنا من هذه دي عند ولا مازنجر وسلاحف النينجا والحاجات طبعا ده كله لانهم متاثرون بالاساطير البابليه